شكرا يا محمد، شكرا يا محمد. يلا نمبر 2 يا إيسر. ترو A special can is invented to help a person who has lost the sense of hearing. طب هو ايه sense of hearing ده يا إيسر؟ معايا يا إيسر؟ هو ايه السنس اوف هيرينج ده؟ يا ايسار افتحي المايك، عايزه اسمعك. لا حاجة. طيب سنس اوف هيرنج يسار هو حاسة السمع، هل السبيشال كان بتساعد البيرسون اللي هو فقط حاسة السمع بتاعته، ولا سنس اوف سايت حاسة الإبصار؟ طيب أمال إيه بقى رأيك؟ يرون. طيب بصوا، احنا عايزاكم كل واحد يستخدم البنسل بتاعه هنا في الزوم ويحل. مين اللي عمل الرونج الاولاني؟ آسر. عشان انا جاوبت اول واحد ماشي، شكرا يا فعملتها آسر. رونج. يلا نمبر 2 يا إيثار، يلا حطي رايت في الرونج. عايزين نبقى اسرع شويه يا شباب، اسرع شويه. شكرا يا إيثار، يلا نكس. يلا أنا يا مش محمد. يلا. إيكو استران إيكو لا، استرنج نمبر 3، نمبر 3. the sound pitch from a blind person can it too high for a human to he true شكرا، يلا كلها. استخدم البنسل وكلها. لو الموضوع صعب عليكم ممكن اعملها انا. ماشي شكرا. يلا يا امين، يلا يا جودي. الدكتور إيكو ذا ترن turning لأني into بس the ترند into into light that a blind man can feel while holding his special can. صح. طيب هو الايكو بيتحول لايت ولا بيتحول لفايبريشن؟ لا غلط غلط، بيتحول واو، لساوند. turned into vibration، بيتحول ليه vibration، اهتزازات. ها نمبر 4 wrong. يلا يا جويري نمبر 5. Number 5 cats have the يا مس نمبر 4 يا مس محدش عمل علينا. محمد بس. يلا يا جو، يلا جو ري نمبر 5. يلا. مش رقم. cats have the ability to change echo into vibrations just as the cans of blind person do. الفاتس بيحولوا الايكو فايبريشنز، رايت ولا غلط؟ رونج. رونج طبعا. هتعمليها ولا اعملها؟ بس خلي اسأل عشان انا عندي الان مش شغالة. خلاص انا ماشي. شكرا يا مستر. لا يلا بصوا بقى، الرايت ورونج هوم ورك. باقي رايت ورونج هوم ورك. مين؟ تمام. اوكي. مين؟ جروبس ماشي اجاوب. كمان هومورك تحته، كمان هومورك ولا رايت بس؟
باقي اوف رايت ليرن ورونج، باقي رايت ورونج. بس يا مس يلا كوركت ذا هنحل اذر لاين. الاسئله. مش احنا بنكمل اهو يا شباب، ما احنا بنكمل. ماشي، بس بسأل أصير عشان نحل. ماشي بس يلا. يلا مس، يلا يلا ايه groups of ants written a colony وزن have. وزن اكونومي. ده غلط يا مس. rules ما هي اصلا غلط، فيها ما هي كده. ما هو اصلا ايه، بص بص يا اسم، هو اصلا السؤال بيقول لك ايه، correct the underline word، معنى كده ان الاندرلاين وورد اصلا هي غلط، تمام؟ فانت صححها. دي تبقى ثانية. اهي عندها سيميلر رول ثانية بس ولا عندها ايه؟ ثانية. هي ايه؟ اه انت انت عايز تكتب. طيب different، بس هي كبيرة قوي، كبيرة قوي. طب معلش امسحها عشان عشان كبيرة قوي يا اسطى. خلاص مش مشكلة، خلاص مش مشكلة نكتبها. يبقى number one different rules، number one different rules. شكرا يا اسطى. يلا next. يلا يا إيثار، انا عارف. يلا يا إيثار. ماشي صورتها، مش عارف. طب خلاص بقى، كلنا لازم ان احنا نكتب على البورد عشان احنا بنعمل حاجات غريبة. خلاص نمنع نكتب على البورد. Cloud ants are responsible for alarming the colony in danger. مي أنهي ant بيبقى مسؤول إن هو يحذر الكولوني عن الدنجر، الخطر؟ لحظة، وين مين؟ وين مين؟ ماشي معاكي كلمة. نمبر 2 ايه؟ لسه لسه إصابة كلها. يلا يا إصابة. ايه لحظة انا عارف مش ثواني وهم. وين ايه بفتكر وين مينا. ماشي حاضر، ماشي معاكي وقت كده. طب اديكي تشويسز، اختيارات. اديكي اختيارات يا إيثار. لحظة مت اهي. سوري امس لا Soldier ants، يبقى number two soldier ants، number two soldier ants. يلا number three. يلا انا مش الحمد لله. هم باك هم باك ويل have similar sound according to the season to the season season هي مش سيميلر اكيد. بصوا هقول لكم على different. حاجه، اكيد طبعا ديفرنت. هقول لكم على حاجه تقدروا تحلوا بيها الكويستشن ده. الكويستشن بتاع correct the underlined word غالبا، بقوله غالبا مش على طول، تمام؟ غالبا بيعتمد انه الكلمه اللي تحتيها خط اللي هي الغلط تكتب عكسها، يعني سيميلر عكسها ايه، ديفرنت، تمام؟ بقول غالبا، ها بقول غالبا مش على طول، غالبا انه بيعتمد انه بنحط الكلمه وعكسها، عكس سيميلر ديفرنت. مين بس فين ده؟
Miss number 2 ايه؟ Number two, soldiers. ايه مس؟ Soldier, soldier, اللي هو الجندي. ماشي Ant اللي هي تمام. soldier. يلا number three خلاص different. يلا number four يا جوجل. Compact winds produce low sound in winter. لا يا مس summer. Summer, شكرا يا جوجل. يبقى number four summer. Number five يلا جويرية. تمام. A low pitch sound travel better through cold water. Low لا مش low. عكس لو ايه؟ ما قلت لكم هو معظم الاسئله فعلا بتعتمد على الكلمه ما نفسها. عرفنا. يعني يا محمد ادي فلفل. ماشي لما نسيت ايه اسمك اختيارات ثواني يا جماعه بس نحل نمبر 5. يلا يا جماعه ما عارف. اختيارات. اختيارات النص نعم اختيارات اختيارات ايه؟ اختيارات شنو اختيارات هي جويرية عكس لو ايه؟ انت سامعني؟ معاك فأنا عكس عارفها. ثواني يا شباب ادوها فرصة. عكس له ايه؟ هاي هاي بس كده عكس له هاي. يبقى بدل له بيتش ساوند بالعكس بس بقى هاي بيتش ساوند. بنعمل كلهم عكسهم بقى. لا مش كل، انا ما قلتش كله، انا ما قلتش كله، انا قلت معظم الاسئله. يعني مثلا الكويستشن نمبر 2 ده، هل احنا عملنا عكس سكوت اند؟ لا احنا دورنا من انهي انت ريسبونسبل فور الارمينج ذا كولوني ان دانجر. احنا انا ما عملتش الحاجه عكسها هنا. تمام انا بكلم ان في معظم الاسئله بيبقى حاجه عكسها. مين اللي عليه الدور؟ خلاص احنا نمبر 5 خلاص. طيب يلا يا اسم نمبر 1 ساينس فيلم. حلو ايه بس ساينس فيلم يلا يا اسم. تمام. ياسر انت معايا؟ مش مركز. قفل مايك سوري كنت بقرا. يلا A season in which the humpback whale produce high pitched sound. The in winter يعني بس كده هو عايز السيزون، انهي سيزون اللي بيطلع فيه البيل بيطلع فيه هاي بيتش ساوند ان وينتر. طيب يلا اللي بعد. One minute, you miss enter. نمبر 1 I وينتر. see. I see. ثواني اسف نعم. انت كاتب في نمبر 3 مش في نمبر 1. يلا نمبر 2 يا يعني اسمه ماشي. A season on in which in which is humpback humpback will produce low low pitched sound. a لحظة ماشي. أنهي سيزون يا إيثار؟ الهامباك فين؟
produces a low pitch sound، يعني هو لما بيطلع هاي بيتش ساوند كان في الوينتر، امتى ما بيطلع لو بيتش ساوند؟ ايه عرفتها مس ومن كده لحظة سهلة أوي يا مس. عايزين فلوس يا شباب، وديني حلت عايزين فلوس يا شباب. سهلة شوية أوي بس محتاجة تركيز. طيب بصي يا إيثار، هو الفايل الهامبك فايل بروديوس لو باتش ساوند ان سمر. لسه كنت اقول عرفت تمام، ان انا ايه؟ ان سمر. انت مر تلو يلا نمبر 3. انا بس small living organism that live in colon and communicate with each other by similarly missing Very to messages. smelly messages to perform different rules. هو عاوز اللي هو سن هو وينتر او عاوز، لا لا لا، هو بيتكلم عن living organism يكون small قوي، live in colonies، بيعيش في مستعمرات، communicate with each other by smelly messages. بولر بير. لا small living organism، small صغير قوي 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 قوي. لينكولن. ركز يا ركز يا محمد، بس مين اللي بيعيش مش في ليفينج مستعمرات؟ اورجانيزم يعني كائنات حية. كائن حي او كائنات حي. مين الليفنج اورجانيزم اللي بيعيش في مستعمرات في كولونيز وبيتواصلوا مع بعض بالسميلي مسجز، وليهم انواع كثيره بينجوين؟ زي لا مش السولجر، البينجوين، اسمه زي البينجوين.